وألف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. خلينا نبتدي مع طبعا أستاذ شهاب، يمكن كلمنا عن بطولة أوغندا، لازم الناس تعرف برضو النشاط البارالمبي في الريشة الطائرة ابتدى إزاي، بطولة أفريقيا المرة الثانية على توالي، كلمنا عن إنجاز مصر والبطولة والاستعدادات، يعني كلمني بشكل عام عن البطولة. هو طبعا انجاز مصر ده يعني الحمد لله احنا متكرر كل سنه عندنا ان احنا رواد البارة في افريقيا وفي العرب من سنه 2017، من ساعه ما دخلت البارة في افريقيا في اول بطوله افريقيه كنا احنا اول منتخبات المصريه المشاركه باكبر عدد لاعبين، والحمد لله خدنا اكبر عدد ميداليات ساعتها، وصلنا لحوالي 18 ميداليه ما شاء الله، تمام، ومنهم حوالي 15 ميداليه ذهب واثنين والباقيين ثلاثه فضه. فالحمد لله احنا من ساعه 2017 لوقتنا هذا احنا رقم واحد في افريقيا، والمنتخب رقم واحد في افريقيا اللي بيتاهل كل سنه لبطوله العالم طبعا الاتحاد الدولي. المنتخب المصري بيتاهل كل سنه، ما عندنا ياسمينة وشيماء بنتاهل باكبر عدد ممكن. عندنا احنا البطوله دي خدنا 10 ميداليات، 7 ذهب 2 فضه 1 برونز، برضه عدد كبير، عدد كبير الحمد لله، وتفوقنا مع طبعا مع قدره الدول اللي كانت مشاركه فيه حوالي كان 17 دوله او 15 دوله مشاركه على مستوى افريقيا كلهم بالمنتخبات كلها. اول بطوله افريقيه 2017 تفتكر كان دوله مش يعني كم دوله كانت مشاركه عشان نتخيل بس حجم التوسع في اللعبه في افريقيا؟ كان حوالي 9 دول. النهارده بنتكلم في 17، النهارده بنتكلم في 17 دوله كانت مشاركه فعليا، باقل دوله كانت جايه بست لعيبه ما شاء الله. الموضوع بيكسباند بشكل مرعب يعني جداً. النهارده بتتكلم في كل بطوله بيزيدوا ولاعيبه بتخش ومنتخبات بتشارك، لا الموضوع بقى محتاج، انتوا كده قدامكم عندكم على فكره مهمه صعبه ان لما بتتوسع يبقى في مزيد من المنافسه، فانتوا النهارده محتاجين طبعا تطوير اكتر واكتر، خاصه ان مصر زي ما حضرتك قلت احنا الدوله الرائده في الريشه الطائره البرلمانيه. طيب مين ابرز المنتخبات اللي كانت منافسه لينا في البطوله اللي فاتت؟ طبعا كان عندنا منتخب نيجيريا وكان منتخب كوتوفور، دول اكتر اتنين منتخبات كانت منافسين لينا. الفاينل كان مع مين؟ الفاينل كان في احنا البره عندنا في 6 كلاسات اولاد و6 كلاسات بنات بلس الميكس والدبلات بتاعتهم حسب تصنيف، تمام، حسب التصنيف بتاعهم، فده بناء عليه ففي فاينلات كانت معظمها كانت مع نيجيريا والباقي كان مع كوتوفوار، وكان في يعني 2 فاينلز كان مع اوغندا. يعني احنا بنتكلم في 6 تصنيفات رجال و6 سيدات، يعني بنتكلم على 12 ميداليه. 12 ميداليه خدنا 10، خدنا 10 منهم يعني راح منها ميداليتين بس، الله اكبر، يعني لله. بنسبه بنقول 90% يمكن اكتر من 90%، الحمد لله نتيجه النجاح لنا الحمد لله. طيب خلينا نتكلم ان البطوله دي مهمه ليه، يعني ايه اهميه بطوله افريقيا ان احنا ناخدها؟ هل دي بتفرق معانا في الرانك كمنتخب؟ بتفرق في الرانك مع اللاعبات او اللاعبين؟ بتفرق معانا في مشوارنا لباريس 2024 ولا بتفرق في ايه؟ هي بتفرق في حاجات كتيره بالنسبه للاعيبه، طبعا بتفرق في الرانك بتاعهم للتاهيل لروتو باريس اللي احنا الحمد لله بنجري دلوقتي فيه، اللي احنا نقدر نوصل بيه معانا ياسمين عيسى ومعانا شيماء سامي الاثنين بيحاولوا يتاهلوا خلاص دلوقتي لسه بس قربوا جدا، قربوا جدا الحمد لله. ياسمين النهارده واحنا داخلين حضرتك الحمد لله هي رقم 7 على العالم. شفتي بقى ياسمين؟ شفتي بقى انت لو جيت لنا حلقه الاسبوع الجاي هتبقي 5، يعني كل ما تجي لي حلقات وتيجي القناه الاهلي حلقات هتلاقي نفسك بتعلي في الرانك، وشنا حلو الحمد لله عليك، تمام. والحمد لله برضو عندنا شيماء رقم 6 دلوقتي الحمد لله يا رب، فان شاء الله اخر عندنا باقي 3 بطولات في الرانك. بطوله افريقيا برضو مهمه للتاهيل لبطوله العالم ان شاء الله، هتبقى في شهر ان شاء الله في شهر 2 في تايلاند. تايلاند متقدمه في اللعبه فهم طبعا اسيا عندهم كتير ان شاء الله يعني نحاول ننافس عندنا بالابطال بتوعنا ان شاء الله. طبعا يعني بتفيد تاني الاتحاد من ناحيه الاتحاد الدولي بينظر للقاره الافريقيه وبينظر لمصر بالاخص ان هي عندها تطوير وعندها اداء ولاعيبه بتعرف تجيب، يعني في شغل مقام على الناس دي، في خطه موضوعه، في تنميه دايما بتحصل للاعبين، اعداد اللاعبين المشاركه، فبيحصل رؤيه مختلفه للاتحاد الدولي لمصر، للاتحاد المصري يعني في اجاب من الاتحاد الدولي، وانا ده المحور بقى اللي عايز اتنقل عليه بس.